ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني جدا جدا جدا. انا ايه، ودي قناتي حياتي في ايطاليا. لو لسه اول مره تشوف القناه يا ريت تنضم لعيلتي وتعملي تحت سبسكرايب اشتراك في عيلتي ولايك للفيديو ده كمان، وان شاء الله هتلاقي في قناتي كل اللي يعجبك من فلوجات واكلات وخروجات وحاجات حلوه كتير جدا جدا موجوده في ايطاليا. يلا نشوف الفيديو معانا على ايه. يلا بينا. الفيديو هيكون عن مفضلاتي او مشترياتي اللي انا حبيتها خلال فترة 2019. شفت الفيديو كتير جدا جدا على الانترنت، وكمان بنوتات طلبوه مني ايه يا ايه افضل المنتجات اللي حبيتيها، ايه الميك اب، ايه الحاجات اللي انت هتكرريها في 2020 ان شاء الله. اول حاجة انا جمعت لكم كل حاجة معايا هنا وجبتها لكم، وهقول لكم الحاجات اللي انا حبيتها قوي والحاجات اللي انا ما حبيتهاش خالص اللي انا مش هشتريها. تمام، يلا بينا نبدأ كده بالميك اب ونشوف انا اشتريت ايه في 2019 وعجبني. اول حاجه في الميك اب معايا زي ما انتم شايفين بالشكل ده، انا جبت مجموعه ماك اللي هي جبت اول حاجه الفاونديشن بالشكل ده، الدرجه بتاعته كانت BC6. تمام، يعني كانت مناسبه لبشرتي حلوه قوي. التغطيه بتاعته فول كفر، طبعا ما ينفعش يستخدم كل يوم، ده بيستخدم بس في المناسبات، اكتر من كده لا. لو استخدمتيه كل يوم هيطلع حبوب للبشره، فده كان ده هجيبه لانه فول كفر بيغطي كل عيوب البشره، حلو قوي. وكمان جبت الباودر بتاعه اللي هي دي من ماك برضو، حلوه قوي ومثبته للميك اب، طبعا انا مستخدماها كتير جدا جدا. وكمان الكونسيلر بتاعه درجه، هو دارك مش مكتوب عليه درجه، هو دارك. تمام، هو برايمر وكونسيلر مع بعض بيتحط تحت العين، فده كان من مشترياتي 2019، حبيتهم جدا جدا، هجربهم بس غاليين انتوا عارفين، ان شاء الله اول ما يخلصوا معايا هجربهم تاني، لان دول بيستخدموا في المناسبات في الخروجات الليليه، طبعا مش كل يوم هتحطيهم لان هينتج عنهم اثار. تاني منتجات هتكلم معاكم عليها النهارده هي منتجات اسنز. طبعا بنات كتير هنا موجوده في ايطاليا بتجيب منتجات اسنز، وموجوده جدا في كل الدول دلوقتي، بقت ماركه، طبعا هي ماركه دلوقتي لسه بادئه وهي رخيصه شويه عن الماركات المعروفه، عن سيفورا، عن لوريال، عن ماك، هي رخيصه، منتجاتها في متناول الجميع، تقدري تجيبيها حتى في مصر كمان. انا هنا استخدمت الباليت دي من ايسينس، بستخدمها بحبها جدا، ده هايلايتر وكمان اي شادو بيبقى حلو قوي، بصوا. وكمان باخدها معايا في الخروجات في كل حاجه، فكانت عجباني قوي. الاندماج بتاعها مش فول، يعني مش فول ميك اب، بس حاجه بتقضي الغرض وانت خارجه. تمام، فعجبتني. وكمان بصوا صغيره جدا، تاخديها في شنطتك وانت خارجه على طول. وكمان جبت من اسنز الماسكارا دي، الماسكارا دي من اسنز بتطول الرموش، بتقعد معاكي حلوه قوي، بس ليها عيب ان هي بتسمر تحت العين. تمام، هي ووتر بروف، يعني ضد الميه، لو غسلتي وشك ما بتنزلش، بس هي لما بتمسحيها بقى بالمزيل بتاع الميك اب بتسود لك هنا، لازم تمسحيها بعنايه. تمام، كمان حاجه من اسنز حبيتها جدا السنه دي هي الروجات بتاعت اسنز، خصوصا المات، المات ده حلو جدا وثابت، هو مش ثابت معاكي 24 ساعه بس حلو، يعني بتقدري تحطيه وانت خارجه وبعد كده بتمسحيه تاني. وكمان الانواع دي بصوا اللي هي السوق، يعني اللي هي ده درجته 12، ده الاحمر منه، وده هنا ده اسنز برضو درجه، مش مكتوب عليه درجه بس تمام. معلي مين اللي حبيتها في اسنس اللي هو اللاست جلو بتاعهم ده، اللي هو حلو قوي، اللي هو طبعا الاكلادور او المونوكير زي ما بنقول عليه في مصر، حلو جدا. انا جايبه منه كل الالوان، بس جبت لكم الدرجه دي اللي معايا وانا بره عشان طبعا التصوير وكده. عندي منه ده والكشمير والاخضر، حلو قوي، وكمان لونه بيلمع. الحاجات اللي استخدمتها في اواخر 2019 هو ده سكين تراينر سي سي، حلو جدا، درجته متوسطه ميديوم. من الحاجات بقى اللي بتستخدميها يوميا ده هنا سي سي كريم، او زي ما بنقول عليه كده فاونديشن يومي، ده بتستخدميه بالنهار كل يوم بتحطيه، حلو جدا جدا، ما بيطلعش اي عيوب في البشره. ده طبعا من كيكو، كان نازل عليه تخفيض مش فاكره كان 7 يورو او 10 يورو اللي جبته. تقدري تجيبي بقى سي سي كريم، حلو جدا جدا، يومي معاكي، بيقعد ثابت على البشره وحلو جدا جدا. اما بقى افضل نوع برفان كان خلال 2019 هو العش، هو لافيا بيستابالي، من افضل انواع البرفان
البرفانات اللي عندي طبعا زي ما انتم شايفين خلاص انتهت، من افضل انواع البرفان، حلوه جدا ثابته ريحتها جميله جدا معاكي. دي كانت حوالي 70 مللي، حلوه قوي. كان سعرها مش فاكره بصراحه كام بالظبط لان كانت جايه لي هديه. عايزه اقول لكم من افضل انواع البرفانات، لو البنات بقى عايزه تجيب برفان ومش عارفه نوع حلو، فدي كانت حلوه جدا جدا. لافيا بيستا بالي، هسيب لكم اسمها تحت في الفيديو، تحت الفيديو هنا كده هتلاقي الاسم بتاعها وهتلاقي اسمها كمان تحت عشان لو حابه. واخيرا وليس باخرا، افضل مزيل شعر استخدمته في 2019 والحاجه اللي ان شاء الله مكمله معايا الفتره اللي فاتت هي الشيفنج او الشفره زي ما بنقول عليها. بصوا دي يا جماعه اختراع، اختراع اللي لسه ما جربهاش بجد فاته كتير جدا جدا. انا من الناس اللي ما بعملش وشي كتير، بس في حاجات كده بتبقي عايزه تنجزي، عايزه تحددي، عايزه تعملي، فدي لو انت مش مشعره انصحك انك تستخدميها. حلوه قوي، ما بتعملش زي ما ناس كتير ان هي بتطلع الشعر تقيل ولا اي حاجه، بالعكس خفيفه على البشره، بتعمليها في اقل من دقايق بتبقى معاكي حلوه جدا. لو انت شعرك تقيل ما تعمليهاش، لو انت عندك حبوب في البشره ما تعمليهاش، بس لو انت شعرك خفيف تمام اعمليها واستخدميها وعلى ضمانتي حلوه جدا جدا جدا. يعني بجد انا يعني هدليني معاها لانها منجزه ومسرعه وبتخليكي تنضفي وشك في اقل من دقايق يعني. فدي كانت اخر حاجه معانا النهارده في الفيديو بتاعنا، فيديو مفضلاتي ل 2019. اتمنى يكون فيديو النهارده عجبكم، ولو عجبكم ما تنسوش تدعموا القناة بلايك وشير وسبسكرايب وتشاركوا الفيديو مع اصحابكم، واشوفكم على خير بفيديو جديد.